السلام عليكم البنات، اخوات، اخواني، اخواتي، عزيزاتي، فراشاتي، كديرين؟ مرحبا بكم عندنا اليوم. اليوم مرحبا بكم عندنا، مرحبا بكم عندنا. واحد السيده لقيتني الصباح قالت لي كتعجبيني ملي كتكوني ناشطه فرحانه. هيا سيدي والله خليني نشط لك الوقت، مزهره لك الوقت اش بغيتي. ايوا شعبي انا. بس قال لي فيه العرق المزابي راه كيكون شويه بفلفل في الدماغ، ديروا معايا عقلكم راكم تمشوا بعيد. نحمقكم. المهم ما ديروش بحالي انا، كونوا متبتات، كونوا مرصنات، كونوا بعقلكم. المهم انا غاده اختي، قولوا لي فين غاده. المهم كي دايرين، لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا لاباس عليكم، اموركم طيبه، هانين، سينك سينك لازلوز كما كتعرفوا. المهم انا غاديه صيقه بخير، زوجي قرة عيني في قربي، ندوروا لكم شويه يشد معاكم حتى هو يسلم عليكم. تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا غلبتوا على الظن، يكون شد عليكم. ايوا العيد ان شاء الله راه قرب، تكونوا وجدتوا شويه الحلوى وشويه تاع تكسي الوليدات. باقي لي 15 يوم يا ناري، العيد قرب، تفكروا في الحلوى. الثلاث جاي هو العيد، كاين شي حلوى ولا والو؟ الثلاث جاي ده هو العيد، حلويات العيد. الوليدات الله، الوليدات خذوا لهم حويجات جداد، خذوا لهم سبيطات ضروري، الله غير نصهم حتى نتوما سبيطات وحويجات وداك الشيء. ايوا ضروري يتقربوا يفرحوا الوليدات حتى هما، حتى هما كيتسناو. عاودتيش من عيدات العام ما كاين عيد، هذا في الواقع اش ياخذوا الدراري ولا ما ياخذوا الدراري، بنادم يلاه يلاه كيقلب على ما ياكل. ضروري يفرحوا الوليدات هبطوا لا عداك لبسوا لهم على داك الشيء اللي كاين باش يعرفوا بان راه حنا في كورونا، زمن كورونا ما عيدوش، زمن كورونا ما كاين لا حلوى لا والو، القضيه طالعه بركه من البريك. ديوها في وليدات بشويه، تكسي وليدات، خذوا دخل البريك في الهضره واسمح لي انا ما وصلوش هادين الطريق، غنبقاو يلا موضوع هذا البريك اش دخلوا في الهضره، باقي شي حد كيدير البريك دابا كيبني مع الفلوس وتهلا في الوليدات. غادي تصدع الوليدات فين هما الفلوس بعدا باش يبني؟ تعرف في هضره هذا في 1992 متري سفولتا سينيسترا اي بريندي كورسو فيتوريو ايمانويل سيكوندو. حاضر حاضر حنا معاه دابا او ميم طون. غنقول لكم حنا فين غاديين، حنا غاديين اختي بني غاديين غاديين اكسيون، غادي الاكسيون وي غادي الاكسيون، حيت جديد مشات لي سميتو فهمتي. حنا اختي غادي الاكسيون وغاديين وشادين الطريق او ميم طون باش ما يكونش الفيديو ممل، غاديين نهضروا على موضوع ديال العيد. سفولتا سينيسترا اي بريندي كورسو فيتوريو ايمانويل سيكوندو. هو العيد راه عارفه ضروري الانسان كيفرح بالعيد، كيفرح الوليدات، كيشوف الحباب ويشوف اللي عنده حباب وهنا راه كيشوفهم. هذا يستحق اننا نذكروا فيه ونهضروا فيه، لان اجواء ديال العيد واجواء ديال اللمه واجواء ديال الحباب والقوت والعلاقات والعائلات وداك الشيء ما بقاش. حنا نهضروا على الجيل ديالنا الثمانينات بالنسبه للجيل السبعينات، هذاك الشيء كان في هذيك السن، كانت القيصه زينه وكانت اللمه وكانت العائله وكان الحباب وكان العيد عيد وكان عواشر عواشر وكان مناسبات مناسبات. اما دابا فانا حضرت في الاعياد في العيد في المغرب عادي. Tra 600 metri alla largo Vittorio Emanuele II prendi la prima uscita e prendi corso Galileo Ferraris. انا حضرت في العيد في المغرب وداكشي من بعد ما تشوقت واحد المده وداكشي فكان بالنسبه لي صراحه انه ماشي شي حاجه تبدل عليا بزاف. شفت التغيير ديال الحياه تبدلت، يعني حتى من ناحيه اوروبا تراكم داري 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 اصدقاء ما كاينينش. الجمع لما ما كاينش كاع اللي جمعتي مع غدا تهضرفك داكشي ما كاينش ما بقاش. اللهم انسان يعيد مع وليداتو من بعد يخرجوا من ديرو. حنا ديما انايا يعني غالبا ما كنعيد غير انا وليداتي وصلاح هكا صافي، يعني الاجواء ديال العيد نقول لكم شنو كاين. سينيسترا اي براندي فيا تيرينو انسان من تي ماشي كلشي، كاينين واحد النسبه ديال الخوت اللي كيكونوا بالعكس ضروري خصهم يكونوا مع بعضياتهم ولكن قليله. سينيسترا اي براندي فيا تيرينو منو؟ كاين مني ما لقيتش النفس
لان حنا ماشي ما جربنا، حنا جربنا باش يكون داكشي. انتما راه متبعيني وعارفيني انا يا شعبي، وعزز عليا اللمه وعزز عليا سميتو والحداقه والنوضه، وندير الشيان وندير الكيكه وندير البغرير وندير هذا، نبغي الفطور يكون على حقه وطريقه بصينيتو يا لالوب وتابويلو بهذا بهذا. ولكن مني ما كتلقايش نفس سيستم ولا نفس نفس الطريقه ونفس المينطاليتي ديال العيد ولا هذا. قلب على هاد الحوايج، ما كرهش بنادم بحال هاد الحوايج هذا، العيد مع احبابه مع اهله مع اصدقائه وداك الشيء، ولكن ما كاينش نهائيا وداك الشيء كذلك. انا راه ما كاينش قليل، واحد النسبه غتطلع لي شي وحده تقول لي لا اختي باقي نصحابات وداك الشيء باقي هذا وهذا. بالنسبه لي انا هنايا هكا ديك النفس اللي بحال نفسك وتهزي ولادك وتهزيهم عندها وتهزي راسك وتهزي عندها قليل. انا جربت داك الشيء، راه دوزتو راه دوزتو، راه ماشي ما دوزتوش، راه كان دوزت بعد الناس اللي كاينين هنا راه غادي يعرفوا هاد الحوايج. راه انا 20 عام هنايا، راه دوزت واحد اللقطات في ولا هذا، ولكن راه ما كتلقايش بنادم بحال نفسك، يعني كيدوز معاك غير كينافقك واحد الفتره وصافي، ومن بعد يعني صافي كتجي شي حاجه اللي تقدر بنادم يعني كيلقى عليها شي سبه ولا هذا وكيدير لك البون دازو عداد من تنهضر الاسماء ديالهم مشاو بحال عمرك كنتي معاهم وداك الشيء، بحال عمرهم عرفوك وبحال رغم انك انتي درتي معاهم غير الخير وصرفتي معاهم غير الخير، وقفتي معاهم وعاونتيهم ودرتي معاهم وساندتيهم وكنتي معاهم وحاولتي ديري معاهم لك السيستيم ديال الصداقه اللي هي نيت دايره وداك الشيء وهذا. ولكن ما كاينش بنادم هذا الوقت هذا بغاك تنافقي وتكذبي عليه وتطنزي عليه وتضحكي عليه وديري معاه، ما بغيش يشد معاك الخط ديال ديك اللعبه ديال الموس واحد يدبحنا، لا ما كايناش. فانايا الشخصيه ديالي هي صعيبة وفي نفس الوقت كثر ما هي جدية فهي صعيبة بزاف. علاش؟ لأنني ما كنحبش النفاق وما عزيزش عليا الطنز وماشي هبيلة وماشي مكلخة وأميم طوم بنت الناس. هاد الحوايج كاملين إلا جمعتيهم خاصك في هاد الوقت هذا تشدي تيقارك على الناس، لأن بنادم فهاد النقطة هادي ولات بزاف هاد الوقت هذا ديال بنادم اللي حريمي اللي ياك الأخ الوقت هذا ديال اللي كاين اللي فيه شي تحراميات. تر 200 متر سفولتا سينيسترا اي بريندي كورسو بريمانتي، وفك شي تحراميات وشي فك شي تشهلابيت وفك سميتو مطوره وجامعه ودايره وتشي طنزي على عباد الله وديرو وتعطي الضحكه الصفراء، يعني خصك تكوني حريميه عاد باش تعيشي وتكوني مزيانه تكوني عزيزه على فهمتي وتكوني طنازه ومطوره هاك جامعة راسك تكوني بنادم بحال هكا. اما بنادم اللي اما بنادم اللي عطالقها بنادم اللي عطالقها ومبوها له ما على بالوش وهذا وي تيبغيو ياكلو تيبغيو طنزو عليه مزيان صافي. انا مني شفت بحال هكاك اختي قلت الله كنظن انايا هاد النقطه هادي واصلين ليها بزاف حالي انا لبانوا لك شي جوج ولا شي تقول لك بان الخليشه يعني عندي هادي اللي مضغوطه يعني هي متكيه متاكد هنا ما عاطيانيش هاد النقطه هادي ولات فيها بزاف. راه كنهضر لكم وكنهضر لكم في الواقع هذا ديال شي سبيطار ياك شنو سبيطار سانتانا الموطور هنا باش هذا الطريق يعني كاين شي طريق اخرى ما كاينش علينا الحق ندورو منها. هذه هي نيتا ما كتسيبيش بحال قلبك ديما سير esci dalla rotonda e prendi corso Bramante tra 600 metri fai una inversione a via Giordano Bruno. وين ليش دير؟
كان كنقلب عليه تما الطوموبيل بقى يشوف فيه واحد الموطور داز من قدام. يعني حنا غنمشيو نمشيو نيشان هو داير هادي دا فيك ها عليك عليا طالع في الطريق طالع ليا الطريق في الرومبا يعني كان خاصنا نطلعوا هذا الرومبا والطريق هي هذيك غير كاين الطريق مسدوده هنا ما يمكنش تدوري منها بقى الله يسلمك تبي هذا وهذا وهذا سد هذا. احنا جينا الاسكسيون بنات انتم ماما احنا راه وصلنا هذه هي الدخله ديال الباب ديالو يوادو وهانتوما في اكسيون اللي دار صلاح اكسيون اللي دار الضجه كان سولني على سعيد شفت لك تبان لك شي حاجه سبونسونطرا انا مع التليفون ديال 8 يورو تينا هادي عجبتني انا الساطه دويري بياني هادي هادي زوينه تينا هادي هادي صراحة زوينة هادو صالح زوينين هادو زوينين هاد زوينة كاينين هنا الصواني تينين الصواني بانو صالح نديو شي حيطه سير نديو صوينيه قلبتي مزيان ما تكون مشرطه ما والو لا تما شرط كاينين هاد التويشيات هادو تقدري تخلي فيهم الحلي والمجوهرات دايره 3.33 كاينه تاعك ها هكذا صافي ضروري ماشي مشكله انت هادي الطاجيرات اللي كيجيو هكايا كيتعلقوا هكايا في سميتو زوينين اجب صالح ناخذ هادو البيس الدراري ها تما كيجيو زوينه في الكوزينه ولا في لا كاميرا داليتو ولا سميتو تا همايا هادو زوينين هادي زوينه وكان نحط الاخرى ونهز زاد ياك اللهم هادي ندير في الكري في الكري صالح حتى الاخرى ما غالياش خليها رجلين كاينه الطفايا الناس اللي عندهم باركو
شوف هاد القرايعات شحال زوينين، كاينين هاد لي طاس 6 ديالهم. كاينين هاد الطبيصلات هادو كاري، هادو جوج 92، هادو جوج 99. باقيلا هنا كانوا شي وحدين كبر منهم هزوهم. هادو بياتو ديسير، ما عرفش هادو واش الثمن ديالهم شوط ولا. كاينين هادو زوينين بصح، هادو صالح هادو. لا صالح ماشي مشكل. هذا كيف يرمي لا بورتا ناخذ شي وحيده حيت تخيل كاينه الكبيره ها هي كاينه الصغيره هذه كتوقف لك عندي واحد الباب ديال ورا هذيك صغيره ناخذ على الصغيره ناخذ النيرو كاينين دي برودوتي كاين الصباغ solare c'era lampada solare زوينه هذيك ديريها في الباكو وكتخدم بالطاقه الشمسيه يعني بالليل كتبقى شعاله وبالنهار ناخذ شي وحيده نجربها ناخذ ما عندناش مشكله ها ديريها في البالكو هذا هو الصيف هذه القرايه اخر شي حاجه هي راه زوينه حيتاش مع ما عندوش بريز في البالكون بالنهار كتكاريكي من الطاقه الشمسيه وبالليل كتخدم شو شحال زوين هذا الشكل حتى هذا الشيء بالطاقه الشمسيه تحطيه في البالكو كيبقى يلوميني هاد مهم البنات كيف ما شفتوا هذه هي الجوله ديالنا في اكسيون صراحه لقينا الحوايج اللي صراحه زوينين كنظن بانهم لان لي سكافالي اغلبيتهم خاويين وسيرتو في البلاصه ديال الزونه ديال الديكوراسيون داكشي يعني خاويين بزاف اكيد ان داكشي اللي حاطين كلشي خرج وكلشي تباع ما بانش ليا انا زعما شي حاجه وداكشي يعني اللي بان ليا هو هذا بالنسبه لداكشي البلاطويات ديال الدجاج بالنسبه لشي ديكورات اللي كنت كنشوف مثلا البنات ديال فرنسا حاطينهم ولا شي كوادريس زعما شي حاجه زوينه ولا مثلا شي ديكورات زوينين ودوك العيبات ديال بحال فين كتحطي فيهم شي تويشيات بحال الورقه دايرين المهم بزاف شكيلات كانوا كيبانوا ليا بالنسبه للاكسيون ديال فرنسا راه لا علاقه بهذا اكيد الا حطوا شي حاجه فهي ما كايناش دابا يا كيبان ليا داكشي خاوي داكشي اللي لقينا يعني ماشي شي حاجه صراحه يعني حتى الكواليتي يعني ما بانش ليا شي حاجه اللي زوينه الانسان يعني داكشي ديال استفطرق وصافي يعني اللي دوزي بهم وقيته وصافي وفيا ما كايناش شي حاجه اللي بانت ليا تعمر العين ولا شي ديكورنيت يعني تقول لي سلام لا ما بانش ليا فبالي يعني شي حاجه عاديه واكيد يعني بما ان لي سكافالي خاوين فاكيد يعني كيما سولت البنت اللي خدامه وداكشي
يعني قالت لي احنا تقريبا راه يوميا كنحاولوا نحطوه يوميا هذا، ولكن ما بالي انا حطان، لان بانوا لي لي سكافاري تقريبا خاوين. الا كانت كتحط شي حاجه راه دغيا كيطيروا بها. هذا اللي بالي انا وصافي. مهم هانتوما معايا وغادي تكملوا معايا الجوله ديالي، وهذا الشيء اللي عطى الله اليوم. شويه كاع في السعورة. هنا هادي عجباتني، كاينين الماكن هادي زوينة كيوت. صافي خود هادي راه 32 نيت صنايدي الى الساعة ما لقيتش. انا سير صالح سير سير سير. قالك بغينا نخرجوا نمشيو للابو. اليوم اللابو ناخذ لي هذه حتى هي تيديرها في ايدي كنتهنى منه واخا يدخل. هنا فوطات ما كتفهمي فيهم والو، علاش؟ لان كلشي مشقلب، ولكن كاينين فوطات زوينين، فوطات الكاليتي ديالهم صراحه زوينه بزاف. هاد لي سالفيتين كاينه هادي ديال الدار، كاينه هادي كتحيد الزغب. ملي مجربه هادي تقول لي علاه، تديري شي ماس ولا كديري وكديريهم زوينين. جربه نقول لكم عليه، حتى انا ضروري ما كنستعمل كونسيلر. جربه من الشفار هذا ما عرفتش كيفاش دايرين الزعفران جمال فاتني وشفنا هذا. انا عزيز عليا هادشي، تمام بغينا ناكل مره مره هادشي سوا واعر هذا. هنايا جوج 72 ناخذ لهم هادي. ناخذ الدراري شي حاجه نفرح عليا بحال هكا، ناخذ شي حاجه سقاط اختي ضروري 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 ضروري. ما يمكنش ما نجي وما ناخذش انا هادشي من البرس بالسقاط. كاينين هنا هاد لي صوص، هادي فيها التومة و كاين العسل، هذا غندي بالنسبة لشلاضة، بالنسبة غنجربو فيه التومة أوليو لا أوليو زوين. نسي قدو في الديكورات وداكشي، حنا كنتقداو في السقاطة. صالح قدو في الديكورات وداكشي، انا جديد خديت صينية صافي والسقاطة. السقاطة ولي صوص سميتو مهم حتى نوصل ان شاء الله ونشارك معاكم. انا عزيزة عليا السقاطة، وكذلك الدراري تا هما عزيز عليهم السقاطة. تا هما وليداتنا عزيز عليهم تا هما السقاطة بزاف. اش غادي نقول لكم، يعني عادي يعني زوين، ولكن ماشي شي حاجه عاوتاني باش غادي نقول عليهم واو. هذا بالنسبه لي انا من هنايا ما بانش ليا شي حاجه اللي واو بصراحه. دوك البلاطوات حقه ديال اللي فيهم المرايه وداك الشيء ما كاينينش،
ما بانوش ليا، المهم انا غادي نعاود نطلو داكشي لان ما بانوش ليا هذوك البراطوات اللي فيهم المرايا. لربما ما بقاش داكشي، واقيلا جينا مع السلعه ما محطوطاش وداكشي، مي انا هادشي اللي بان ليا دابايا وصورته معاكم وداكشي بان ليا داكشي عادي وداكشي فوكيو لاكسيون نورمالي عادية، ماشي بحال الانسان ما يفكرش بان راه بحال ديال فرنسا اللي فيها هذوك الديكورات، فيها بزاف د الحوايج ديال الاثاث المنزليه اللي كيعشقوهم العيالات بزاف، ولكن هنا دابا كاينه ماجور بارت شي حاجه قليله بزاف 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 بزاف، ودابا كانوا مازال ما كملناش الجيل وغنشوفو. يعني انتوما معنا 92 الوحده، خد لي وحده حتى تلاهم ثلاثه، هي راه كاينه وحده عند رايان، كل واحد نعطي ديالو صافي خليني. اسمعي جوني انا هذا الحمام زوينه، هذه ديري فيها الكارطه وجوج ديري فيهم كارطه ملي كناخذوا الروات وداكشي، وجوج جوج كديري فيهم فوطه وين ديكور لا ديكوراسيون ديال ناخذ جوج من هذه وناخذ وحده على حساب لا كارطا. حنا تقريبا صورنا لكم كل شيء، بزاف الحوايج ما كاينينش، بزاف الحوايج داروا لهم كاينين طاليان ومغاربه وكل شيء، يعني هنايا لا ماجور بارت كاينين مغاربه، تش عارفين نتوما المغاربه مع اكسيون اكيد بنادم سمع اكسيون، انا اول مره غادي نجي لهنايا، كاينين كما قلت لكم على الصواني هنا، دوك الاخرين اللي بغيت انا ما كاينينش، كاينينش اللي فيهم الدجاج، ولكن حنا او ميم طون جايين كنشوفوا داكشي بعيد علينا شويه، تقريبا عندك شي 25 ديال دقيقه ديال الطريق اللي درنا. صالح راه جاي من ورايا تيشوف حتى هو كيبرق قلبان لي شي حاجه، ما باغا نفلت تقنت، المهم هادي هي الدخله ديالو هي هادي. غادي ناخد شي ديكور هنا على حساب الحمام ولا يا ربي عجبني هذا بالنسبه لي فوطو، ناكلو شويه هاد نشوف الى بان ليا شي كادر، تعجبوني انا لي كوادر كيعجبوني وسميتو، نحاولوا شويه نبدلوا ستيل ديال الحمام لان صراحه ما خديتيش ديك اللعيبه اللي كدار في الحمام لتحت، شنو اشتريتي الغطريش؟ اه ديال القمه ديال الغطريش، اه انا نصيبو كله. المهم انا اليوم ركزت على الحمام، اليوم ركزت غير على الحمام باش نبدل شويه المودو ديالو، لانه صراحه بحال ضرني في راسي كوادر هنا نديرو الفينال هنا، حتى هادي تقريبا هي ديال الديكورات، ولكن بزاف ديال الديكورات ما حاطينهمش، المهم هنا فين كي بالنسبه لينا حنا المغاربه وداكشي كنبغيو بحال هاد الحوايج، هذا زوين ديري فيه شي لعيبه بحال هكا، نقدر ناخذ شي واحد نديرو في كاميرا داليت ولا هذا تجي زوين بحال هكا. اليوم هادشي اللي كاين كلشي خاوي، طيروا كلشي، هادي ما عرفتش كيديروا فيهم هادو الشم، هادو في الشم حاطينهم كيحطوهم هكا تيحطوا فيهم لا بان ليا الدريات جايبينهم، ولكن بحال حاطين فيهم بحال هكا بلاطو مانغو لينيا، انت تحطي فيها الفرماج حتى فيها شي حاجه، المرايات هادو زوينين،
سولو صلاح واش يقدر يلصق لينا نناقشوا دابا في الرضا الرضا من تو كازا. كتجي على طول ها؟ كتجي على طول شوالي جان بان ليا بعدات بالشال يا ام الدنيا خاوية لي سكافالي خاوين بعدا راهم خدامين خدموا يا اختي مزيان والله العظيم سير الله يسهل عليهم بان ليا خدامين كلشي بعدا شوفوا لي سكافالي شحال خاوين يعني ما يمكنش يعني ضروري ما السلعة خرجات ليهم بزاف وسيرتو بالنسبه لداكشي ديال الديكورات وداكشي ماشي زعما نقول لكم لقيت شي حاجه وكنظن بزاف اللي مشاو كيقول لكم ما لقيناش انا في الاداري خذ 41 فهمتي انت كتلبس 40 صنداله خصك تلبس 41 لا راك مزيدها هادي هادي شدي عليها هاد لورانيه خذ 41 اصلا انت كتلبس 40 41 لا خذها في البلو البلو عاطيه عاطيه العين ماشي هذيك اللي ولات الاولى شي لا خذها في هاد ما كاينينش ها قلبوا كاين 40 قلب ايوا لا لقيت 40 خذ 40 صلاح عندي الباز عندي هذه دابا شويه فوق شويه هادي هادي دايره بحال هاديك تيزورو دريان تاع الشا هذا سبراي كوربو غير ميو ماريتا حنا وصلنا للكاستا هنايا غادي نتغداو هادشي كامل اللي وصلنا فيه وبسلام عليكم سالينا من اكسيون راجعين للدار ايه خدوا هي غدا لينا هانتوما الحديدة هالطوب هاكا سالينا خوتي خواتاتي المهم حنا راه غاديين دابا طالعين للدار شادين لوطوروت هادي فيها لوطوروت المهم بالنسبة للطريق بالنسبة لينا حنا شوية بعيدة علينا كما كتشوفوا دابا هانتوما الطريق قدامي وريهم وريهم طريق لوطوروت هي غادا عافتا اكسيون البنات بالنسبة ل اش غنقول لكم بالنسبه للبانو ليا دوك الصواني اللي فيهم دوك الرجلين اللي كتوقفي كتحطيها في الصالون ولا كتحطيها في بيت النعاس ولا كل واحد فين كيحطها مثلا بانو ليا وداكشي دايرين تقريبا دي تشانوب راني صورتهم لكم مي انا صراحه تعال لي من هنا غادي غادي ندور في دار مع ديال كازيل كازيل لي لا تسمحوا لي الصاحبات الرجلين هي راه هي راه ماشي شي صينيه هي هذيك لان الماتيريال ديالها ماشي شي ماتيريال هو هذاك لان غير داك حديد انا بغيت ناخذها قال لي لا مغلف بهذاك لا طريد طريد زينغاتوره طريد زينغاتوره ويعني غير كتحيد هذيك لا زينغاتوره صافي كتصدي هي راه ماشي شي حاجه شي كواليتا ماشي غادي تاخذي يعني غير الحديد وهذا مع المده غادي تصدي لك يعني ماشي شي ماتيريال وداكشي ما شجعنيش عليها انا عجباتني الشكل ديالها وهذا قال لي اولا فين غديريها تي ستيل ديال الصالون ديالك ما يجيش مع هذا يعني وثانيا يعني الماتيريال ديالها ماشي شي حاجه ماشي شي طبله هكا اللي غادي تحطيها يعني بحال هذيك اللعبه ديال السلك وهذا دايره 20 اورو وخديت انا مازال ديك الصينيه غير عجبتني الستيل ديالها ماروكان هي اللي تقريبا خدينا
واما الشيء الاخر صراحه ربي انا يا المهم غادي نديرو غادي نشارك معاكم مي كذلك هنا ما كايناش شي جوده اللي غادي نقولوا عليها مثلا لا كواليتا اللي غادي يقدر بنادم يريسكي فيها وياخذ فيها شي حاجه. الحاجه اللي غادي تاخديها وتضربي بها مثلا عام وتصدي انا الحاجه اللي حطيتها خاصها تضرب ليا واحد 5 سنين وما بقاش ما غاديش ترشق ليا نبقى حاطه انا مابقاتش غير في هذيك في الدوره بقات حتى ربما دير لك شي فيكسيون في ودنيك ولا شي حاجه ولا لان يعني جالوق جالوق يبقى داك الشيء ديال الجالوق داكشي ما كنستعملوش الودني وداكشي الا كانت شي حاجه اصلا بلاكيور ويعجبني ستيل ما انا لا بغيت شي حاجه عندي الذهب ديالي لا بالنسبه لكاع هادشي دابا اللي حاطين تما ديري لي اورو 99 95 داكشي راه كله يعني حتى شي حاجه ما فيها الفايده غتشديها غاد بحال هذوك فلوس على الحتيم اللهم جمعي باش تاخديها ديري بها خويا انا بغيت البانيو بغيت نعاود ليه ستيل عندي واحد العيبات وداكشي في الكري فانا بغيت نبدل الريضامينتو ديال البانيو انا بغيت نبدل ماشي زعما حيتاش اكسيون ولا هذا ولا هذا عجبوني شي تويشيات صراحه هو عجبو جايب الصيف جايب سميتو بنادم يبدل شويه بلا بيدي بدل شويه داكشي علاش تقريبا اعتمدت على البانيو وعلى شي لعيبه شي تويشيات وصافي والسوينيه هي اللي خديت مازال غادي نوريكم داكشي حيتاش ما ايوا تتوصلي للدار وتقاسمي معاهم داكشي كاع اللي خديتي ووريهم داكشي كاع اللي خديتي ضروري ان شاء الله صحيحه بلاطوات راه معروفين عن الطاليان اينوكس معروف عن الطاليان اينوكس معروف بلاطو صح في العمل يضرب لي 20 عام انا عندي بلاطوات اللي من نهار تزوج ومنين بلاطوات ديال الطاليان ومزيانين وشادين وباقيين مزيانين لانهم كواليتي بنادم باش يدير باني ولا هذا دايره تقريبا 25 اورو فيها ثلاثه ديال الصواني مزيانه ايوا 25 اورو هي هذيك الصينيه كوك دايره ديرها 20 اورو ودير الجين و ديال الدجاج وداكشي الدجاج اي بليستي ماشي مشكل زوينين انا كل لقيت شي واحد مثلا غناخذ شي واحد ولكن بغيت نقول لكم يعني الانسان يضرب ويقيس يعرف راسو اشنو كيهز واشنو غير يتقدى وأوميم طو يضرب على الكواليتا وداكشي فهمتي راه عند رخصو كتخليه نصو فوالا هادشي اللي كاين يلا تهلاو باي باي وتهلاو ليا فراسكم وتشوفوا ان شاء الله.